اسمي محمد بن عبدالله بن سيف النوفلي، أنا من سلطنة عمان. كنت أعاني من سنتين من أعراض آلام العمود الفقري وفي الأرجل، ولم أكن أستطيع المشي لفترات طويلة أو لمسافات طويلة. ذهبت للمستشفى وعملت الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي، فتبين عندي ظهور في الغضروف وتبينت عندي الحالة بشكل أوضح، ولكنني أهملتها منذ ذلك الوقت. مستشفى هوكارت عن طريق طبيب عماني أحد الموظفين في هذا المستشفى، وقد دلني عليه وأتيت والحمد لله إلى هنا في الفترة الصباحية من مطار مسقط. وبعد ساعتين ونصف وصلنا إلى مطار مومباي الدولي، وكان ينتظرنا أحد الأشخاص من المستشفى وأخذنا بسيارة الخاصة إلى المستشفى. وعند وصولنا قمنا بالتسجيل، وكان التسجيل مسهل وميسر، وحجزوا لنا غرفة خاصة. فكان الأمر يمشي بسلاسة وسهولة. في يوم العملية عندما أخذنا الطاقم الطبي إلى غرفة العمليات، كان التعامل معهم التعامل معي كان بسلاسة وكان بدون تخويف، وكانوا يشعرون بالطمأنينة طول الفترة. كنت أشعر بتحسن من بفضل التعامل الطيب والتعامل الطبي الذي تعاملوا معي به. أما تجربتي بعد العملية كان في تغير كبير، حيث أنني كنت قبل العملية لا أستطيع المشي أو أنه كان بصعوبة شديدة، ولكن من بعد العملية، وأشكر من الأطباء دكتور مازدا على الجهود التي بذلها في الجراحة والاهتمام والاعتناء بي في أثناء الجراحة وبعد الجراحة وقبل الجراحة، وأيضاً أخص الشكر لطاقم الممرضات جميعهن لما قام به من العمل الطيب والاهتمام، وأشكر مستشفى هوكارت على جمعه نخبة من الأطباء المهرة لعلاج المرضى بشتى الأنواع.